تنظيم الأعراس مهمة حلوة، لكن مش دائما بتكون سهلة. في بعض الحالات بنحتاج فعلا لوجود منظمين أعراس. رح نعرف عن تفاصيل هالموضوع أكثر مع عاليا مانجو. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. وأيضا سوزان مانجو، صباح الخير. يا صباح، أهلا وسهلا فيكم. ست عاليا، يمكن عندكم كثير خبرة كبيرة في مجال تنظيم الأعراس، ومرات في ناس بيحكوا إنه يعني مش صعب الموضوع، ما بده هالقد. فقد إيه بتحسوا الموضوع لا بحتاج لفعل وجود منظمين أعراس، وكيف بتبدأ تشتغلوا على فكرة العرس؟ والله هو أنه مو صعب، صعب كتير يعني لأنه منبلش العرس، بناخذ العرس من الألف إلى الياء كلياته، وبعدين طبعا بنحط الفكرة. إذا العرسان ما كان عندهم الفكرة الأساسية يعني زي ثيم بيكون زي ثيم، أو حتى يعني بضروري ثيم، عرفتي يعني هلأ في مثلا عرايس بيجوا إنه عارفة إكزاكتلي إيش بدها، يعني إيش بدها 100%. أسهل لكم هيك ولا أصعب؟ أسهل وأصعب. هلأ شوفي، أسهل وأصعب صراحة. وفي أوقات إنه لا، يعني إحنا بنتساعد مع بعض، هي بتكون مثلا عارفة عندها وجهة نظر مثلا بالشغلة، ومنبلش يعني شوي 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 نبني الموضوع. وطبعا هو الاصعب شيء انه ما بتقدري تعيدي كل الاعراس انك تعمليها نفس الشيء، يعني عرفتي كل العرس بدك تكوني يعني عرفتي كيف مميزه انك تختاري، يعني كل عرس طلعيه شكل. طب لو نحكي عن الفترة الزمنية، مثلا هلا تنين مقبلين على الزواج، لازم يلجأوا لمخطط الزفاف قبل بقدي؟ يعني شوفي، إذا هلا عرس كبير بدك قبل بستة أشهر تبلش تحضر. ستة أشهر كحد أقصى؟ أيوة أحد أقصى، بدك ستة أشهر إذا عرس كبير طبعا. هلا عرس صغير لا، ممكن خلال شهر شهرين، ممكن بشهر ممكن بشهر نحضره ونخلصه ونرتب أمورنا. بس يجي العرس بكون كل شيء جاهز، يعني كل شيء من ورد، من إضاءة جاهزة، من كراشف، من كراسي. بس طب شو اول خطوه بتبدوا فيها مع العرسان؟ دائما بنحب نسالهم هم شو اللي بدهم اياه، شو الالوان اللي بختاروها، شو الالوان اللي بحبوها، عندهم سين معين برايهم شيء، يعني من هنيك انه ننطلع. فمن هون بنبلش نسالهم هاي الاسئله وبننطلع من هنيك. مثلا بتحب العروس تختار الالوان مثلا الزهري، الفوشيا، الابيض. حلو. ومنبلش نبني نحن خيالنا على هالالوان هاي اللي نحن اللي هي بدها اياها. طبعا بحس موضوع العرس شوي حساس، لانه لازم يكون في ثقه، يعني احنا عم نسلم مثلا اللي بده يعمل لنا العرس اهم ليله او اهم طبعاً. يوم. فقد ايه مهم تبني ثقه مع العرسان سواء العروس او العريس؟ هلا هم صراحة بكونوا يعني شايفين شغلنا من قبل، عرفتي كيف؟ طبعا اللي حابب شغلنا بيجي لعنا يعني. وبعدين بنحاول كتير كتير انه مثلا يعني يكونوا حاطين هم مثلا زي في طبعا اعراس بكونوا حاطين يعني زي بادجت معينه قديش بدهم يصرفوا لهذا. فاحنا طبعا عرفتي كيف بنحاول انه بقدر الامكان انه يطلع العرس كتير كتير حلو بنفس المبلغ اللي هم حاطين لنا اياه، انه ما نتعدى هذا. فهذا يعني كتير بعطي ثقه، عرفتي كيف؟ واوقات اتوقع كمان واجبكم انه ما تتدخلوا بالميزانيه، مثلا اذا اجى العريس حكى انا هيك ميزانيتي، ما تحكوا انه لا رح نحتاج اكثر. لا، عشان هيك هون الشطاره، يعني هون الشطاره انه بهذا المبلغ اللي عطينا اياه انه نقدر نطلع له عرس كثير كثير حلو، عرفتي كيف؟ بالتكاليف اللي هو حاط لنا اياها. يعني انا بلاقي هاي الشغله كثير كثير مهمه. هلا في اوقات بكون هو حابب والله انه يحط، بكون في اشياء كثير حاطينها ببالهم، فاحنا علينا نوجههم انه بدل ما تحط هذا الشيء ما رح يبين، اعمل هيك، هاي الاشي بيبين اكثر بالعرس. طبعا هذا من خبره، يعني من كل هذا الحكي بيجي. طيب رح نشوف احنا مجموعه من الصور وتعطونا عليها هيك افكار او اراء. يعني هلا الصوره اللي عم نشوفها باي عرس كان، شو كانت الفكره من هذا العرس؟ كان زي زن، كان بدها العروس زن. حلو. فعملنا لها اياه كله بالبامبو طبعا هذا المدخل صح؟ المدخل. هذا كان عندنا عرس كبير كثير، هذا اشتغلنا عليه شيء تقريبا 6 أشهر. وهذا بحب احكي انه كانوا الجماعه ساكنين بواشنطن وكله على الايميلات سويناهم. وكان هذا كثير كان صعب العرس. وبعدين كان بدها بس شغله هيك انه تدل على شيء فلسطيني. فعملنا الكاندل هولدرز، ما بعرف اذا بقدر يرد يرجع الصوره عليها نقاش، شايفه ال
كاندلز، نقشات فلسطينية كانت بالتاعت بدها لمسة فلسطينية يعني بدها كان بس إشي بسيط يعني هاد. فاشتغلنا يعني معاها على الإيميلات ونبعت لها صور وكذا وإشي. هلا إجت هي على عمان لقت كل إشي كان حاضر، فكان يعني صراحة كانت راضية مع أنه عن مسافة بعيدة. صراحة كثير كثير كانت راضية وحبوا العرس كثير، وصراحة الكل حكى كثير عليه العرس هذا. صورة لبعضها هذا نفس العرس. حبيت الجذع يعني برضه فكرة غريبة، عادة بنشوف ورد، هاي الفكرة برضه حبيتها. نعم. هون عند اللاونجز حطينا هذا هذا كان تروبيكال، عرس تروبيكال. عملنا الباين أبل كلياته الأناناس بالورد وبال يعني أجواء استوائية. أجواء استوائية نعم. كثير حلو. اوكي، فيعني شايفه ما منعيد يعني عم تعمل اشياء غريبه صراحه. ما منعيد الافكار يعني، كل عرس له روضه. ممكن تعملوا كل هالتعب ويجي العريس او العروس يحكوا لكم بالاخر ما حبينا الشغل؟ لا لانه هو نحن منفرجيهم على الواقع، كله منفرج بنعمل كل ما معهم حق صراحه يعني. لا منفرجيهم. لا هلا صراحه ما صارت الترتيب برضه طاولات برضه جزء هاي هذا كان الجالا دينر للمؤسسه الحسين للسرطان. حلو. هون كان كنا نحن كل سنه بنشتغل بنرتبهم. هون هاي خطبه كانت كمان حلوه كثير. الاضاءه بتكون من نفس الطاوله هون انا شايفه. من نفس الطاوله عندنا احنا، هدول الطاولات عاملينهم طاولات بلكسي بضبو. هلا انتوا عندكم عنا هاي المعدات اياهم، وعندنا مجموعه شراشف كبيره، عندنا يعني كل شيء بتعلق كل شيء بتعلق بالاعراس يعني. ما بتستخدم يعني ما بتستاجروا من مثلا الفندق او من المحل؟ لا الفندق باخذ منا. برافو. الفندق باخذ منا الشراشف. وهون برضو هذا كمان كانت خطبة برضو، وهدول الشراشف وقتها حلوين كتير، كله ورد نافر. من خبرتك ست سوزان، شو بتحسي أكثر إشي بيأثر على شكل القاعة للعرس؟ شوف، لازم الإضاءة تكون ممتازة. الإضاءة إذا الإضاءة ما كانت منيحة ما ببين إشي. الورد بتغير لونه، الشرشف بتغير لونه، فالإضاءة كتير. أنا بعرف كتير عرسان دفعوا على ورد بس مثلا كانت الإضاءة، أنا مثلا ما بحب الإضاءة البيضة، كانت إضاءة القاعة بيضة، ما كان فيها يعني ولا كأنه خرب العرس كله الحقيقة يعني. كتير لأنه بنضلنا نحن واقفين لاخر الليل لنشوف الاضاءه بيرفكت، ساعتها نحن بنطلع. هاي حبيت هالصوره. هذا العرس اللي قلنا لك يا زن. حلو برضه هاي الفكره. غريبه. من وين تستوحوا هيك الافكار؟ من نفس هي العروس، هي نفسها اللي طلبت هذا الثيم، قالت انه بدايه. فنحن بلشنا عن ثرو الانترنت والكتب والهذا اللي عندنا نستوحي هالافكار هاي، وجمعناها كلها وطلعنا بهالفكره هاي الحلوه. هي عن هوايه انتو ولا هيك دراسة؟ صراحة نعم يعني هي بلشت هواي. كم عرس تقريبا صرتوا عاملين؟ كثير بالعدوية. هلا بتحسي برضه زي ست سوزان انه اهم شيء الاضاءة، ولا بتحبي انت؟ الاضاءة والورد كثير مهم. الورد طبعا الورد مهم يعني. طريقة كيف بتوزع القاعة كثير كثير مهمة، انه الناس تخليهم مرتاحين. صح. لما يعني قصدك وين يقعدوا كل يعني وين يقعدوا، وما ما يعني مثلا طريقة وين الاكل وين الكذا، مش انه يعني كلها بدها تكون عبارة عن دراسة الشغلة. مش انه والله بحط الاكل هون بحط هون بحط هون، لا يعني بدك طريقة الحركة بالعرس كتير كتير مهمة، انه ما حدا يضايق الثاني هو رايح على البوفيه راجع كذا هيك. الاضاءة الورد يعني هاي كلها شغلات بتلعب دور اساسي. يعني لو نيجي نحكي انه بعض الاشخاص بيحكوا لما بنعين منسق للزفاف هيك بيكون الموضوع مكلف اكثر، بس هو في الواقع بالعكس ممكن يوفر عليك مصاري اكثر. شو بتحكي للناس اللي طبعا هم ممكن يفكروا انه هذا نوع من الاسراف يعني؟ ابدا اولا بوفر عليهم جهد وتعب لهم، وثانيا اذا بكونوا معطوين البادجت اللي بدهم اياه كثير كثير اسهلهم من انهم يروحوا لعده اشخاص، يروحوا للورد ويروحوا للاضاءه ويروحوا للشراشف ويروحوا للكراسي. صح. ويروحوا للاكل. فهيك انا باخذ مجمل الحفله كلها او العرس كله، وطبعا بنفس البادجت اللي اعطوني اياه، وبنطلق من هنيك وساعتها
هيك اوفر لهم، وخاصه هلا نحن العريس بيشتغل والعروسه بتشتغل، مش فاضيين لهي الامور انه يركضوا وراها، وكثير كثير بتاخذ وقت وجهد. صحيح. كثير بتاخذ جهد. يعني في بعض الاشخاص ممكن يحكوا انه انا اذا بروح لحالي انا بختار الورد، انا بختار هيك ممكن اوفر، لا بالعكس، ممكن هذا الشخص يوفر عليك تعب وجهد. وكمان عم نحكي عن ونحن يعني نحن صار لنا فتره يعني يعني صار لنا حوالي راح يصير 10 سنين لنا، ومنجيب دائما اسعار كويسه دائما، لانه نحن صرنا معروفين بالبلد والكل بيعرفنا والكل هذا، فدائما بنحاول انه نجيب لهم اسعار منيحه وكويسه انه مشان نوفر عليهم كل التراكمات اللي بدها تكون. يعني العرس مش سهل يعني ابدا مش سهل. طب شو في هيك افكار بتميز اعراسكم، يعني اشياء انتم عملتوها وحبيتوا قد كانت الفكره ملفته وجديده؟ يعني عم نلاقي كثير في اعراس بالاردن وفي اعراس كثير حلوه، بس مش سهل يتميز العرس هيك، يحس في شيء جديد شفناه والله. يعني زي ما شفتي هلا كل الاعراس اللي عاملينها، وهي طبعا شيء من بعض الاعراس اللي احنا عاملينها، ما في ولا عرس زي الثاني عملناه، يعني ولا عرس ولا 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 عرس ابدا، يعني عرفتي من ناحيه الورد، من ناحيه الورد، من ناحيه ترتيب القاعه، من ناحيه حتى لو بتكاليف قليله، يعني عرفتي كيف دائما بنحاول نخترع شيء مميز، عرفتي، عشان انه نكون ما نعيد نفس الاشياء اللي عندنا اللي عاملينها. اوكي. يعني دائما هذا عرفتي كيف معروف عنا بال. طب هلا ما بحبش احكي انه خلص الصيف، بس تقريبا خلص الصيف، داخلين على الخريف شتاء 2012، في اشياء جديده في مثلا عندنا، يعني في خطب، في عشوات بالليل، يعني كمان عرفتي بنرتب كل هاي الاشياء. في هلا جاي مثلا الكريسماس، برضه بنرتب شغلات مميزه، وبعدين بهاي الاثناء بنحضر اشياء كثيره للصيف عشان نطلع بافكار جديده تكون مميزة طبعا، ومثلا بنعمل شراشف جديدة دائما كل سنة بنعمل، يعني بنحاول دائما حلو نطلع اشياء جديدة. في الوان بتحبيها؟ احنا الاعراس بالشتاء شوي بتقل بصراحة، يعني بفضلوا الناس طبعا بالصيف، فبنختار دائما هم، يعني حتى هم بيختاروا الالوان الغامقة شوي، اللي على خمري، اللي على نهدي غامق، اللي على مش البراد كولرز، مش البراد كولرز، لأن بدها تكون بقاعة دائما، وبتكون حلوة العراس الشتوية، حلوة يعني مش إنه مش حلوة، بس هم بفضلوا دائما بالصيف أحلى يعني، وبكون اتجاههم للألوان الدافية، الدافية أكثر. وبتوقع الألوان الخريفية، يعني مثلا مثلا الأصفر الغامق على البني على طب شو ممكن هيك صارت معكم مواقف بتعرفي كيف يوم العرس عجقة ممكن ينقص ورد، ينقص شراشف، كانت عندكم تصير هاي المواقف؟ شوفوا، هو تعلمنا من الخبرة، دائما نعمل شراشف زيادة. يعني فهي عرفتي، يعني صار عندنا قد خبرة انه نعمل هيك اشياء، و يعني صراحة you have two plans. بلان لازم قد ما، لانه الواحد الا تتعركس الامور شوي. يعني مثلا اذا بكون موسم احسبي بشهر 4 او هيك، بنعمل بلان A وبلان B، انه برا وجوا، عرفتي، لانه ناس طبعا كلهم بدهم برا، مثلا يا بحر الميت يا هاي المناطق هاي، بس بنكون احنا كمان محضرين انه لو صار شتاء او هيك بهذا الوقت، انه ندخل على القاعه ونكون مرتبين، كمان براينا انه نكون مرتبين صح، في بعض الحالات ما بيكونوا مرتبين القاعه الداخليه، فبنكون يعني مستعدين لهيك وهيك يعني. هذا مزبوط. طب لو بدنا نحكي عن الترتيبات الداخليه والخارجيه، قد ايه بيفرق مثلا لما بدك تعملي عرس خارجي او داخلي بقاعه؟ بفرق طبعا، لانه هلا برا اسهل صراحة. برا اسهل. برا اسهل. القاعة بدك تخترعي لها شيء، بدك تخترعي لها قاعة، هي عبارة عن غرفة مربعة حيطان، بدك تقعدي تخترعي وتفكري ايش ممكن تقدري تعملي فيها هاي القاعة. ممكن تعملي جاردن ويدينج، يعني تكون عبارة عن جنينة، ممكن تكون حديقة، ممكن يعني بدك تحاولي تفكري كثير مشان تغيري منظر القاعة شوية. صح. بالورود، بالإضاءة، بالشراشة، باللونجز،
طريقة ترتيب الكراسي كيف، سواء بدك طاولات مربعة أو طويلة، بدك تضلي تغيري. مزبوط. بس برا أسهل. في ناس بيحكوا برا بالعكس ممكن بتحتاجوا إضاءة أكثر أو بيكون مكلف أكثر. بيعتمد على المكان، مثلا بحر الميت من أصعب المحلات أنا بلاقيه. لأنه بدك شوب أولا كتير، مسافة ومسافة كل أغراضك ضلك تنقليها وتجيبيها وهيك، وبعدين بدك دائما تفرجي العرسان يعني طريقة الطاولة كيف بدك تعرضيها وكذا وإشي، فمنزل الأغراض عرفتي كيف أوقات عشان شو اسمه. وبعدين الشغل ببلش هلأ منروح إحنا مرتب بالليل، نحط الطاولات والكراسي والكنبيات وكله هذا الحكي، بس بضل شغلة الورد والشو اسمه هذا كله من بعد الساعة 6 بدك تحطيه، لأنه بتعرفي بتخافي صح أنه يدبل وإشي، وأوقات بطلع هوا كتير الساعة 6 مثلا، فكمان بدك تكوني ماخدة بعين الاعتبار عرفتي شغلات معينة ما تتكسر، الفازات اللي حاططيها ما تتكسر الشغلات. طب كيف بعرف كيف تتعاملوا مع العروس يوم العرس؟ قد ايه بتكون خايفة ومع العروس؟ قولي ما بنشوفها قولي روحي ارتاحي حلي عني انا ارتاحي وبتيجي على العرس بتلاقي كل شيء حاضر، وخاصة لامها ولام العريس اللي بتكون كمان اذا حكت معك تليفونات وهيك بتقعد تسال كل شيء تمام كله تمام وما تخافي ولا شيء ولا هيك، وكمان نفس الشيء ام العريس اللي بتكون دائما عرفتي كيف على اعصابها يعني. هلا ممكن يجوا اخر قبل ما يطلعوا يلبسوا شيء، ممكن يجوا يتفرجوا هذا ويردوا يطلع طبعا ممكن يكون كل شيء خربان انت تحكي لا كل شيء تمام طبعا نروق اعصابهم يعني اكيد طبعا، فبكون كل الحمل علينا يعني. طب شو صار هيك مواقف ممكن العرسان يطلبوا منكم شيء انتم شايفينه صراحه مو حلو او مش سهل انه يتنفذ؟ يعني بنحاول نقنعهم عرفتي، بنفرجيهم نعمل لهم الـ مثلا تو سامبلز، نعمل اللي هو اللي بدهم اياه وبنعمل احنا اللي براينا عرفتي كيف، ومن بتورجيهم التنين، بنفرجيهم التنين، ما هو لازم يشوفوا عشان يقتنعوا عرفتي كيف. فلما يشوفوا زي اللي لا برتاح ولا معك حق مثلا والله هذا أضبط كان عرفتي كيف، وبنحط إشي من اللي بدهم اياه عشان انه ما بتقدري كمان تقيمي كل الفكره تاعهم عرفتي، وحده تكون حلمانه طول عمرها بعرسها وبكذا. طب صارت مرات انه لا هم بيقنعوكم انه فكرتي احلى؟ يعني بتصير طبعا يعني هي كل الاشي اخذ وعطاء. هلا ممكن نطورها فكرتهم عرفتي كيف، اذا مصرين عليها نطورها نسويها بطريقه احلى وبطريقه اجمل بتحصل يعني بتشتغلوا على الفكره مع بعض. طب لو بدنا نعطي هيك بالنهايه نصائح للعرسان عن شو يبتعدوا وبشو على شو يركزوا، خلينا نحكي البادجت تبعهم وكمان مجهودهم. يعني يعني اهم شيء ممكن هلا يعني يركزوا على الاضاءه، اوكي يركزوا على الورد، يركزوا على المكان اللي بدهم يعملوا فيه العرس كثير كثير مهم يعني وين المكان، ويعني يعطونا ثقتهم عرفتي كيف، على اساس ان احنا نقدر نشتغل صحيح. عرفتي اما لما تكوني انت مرتبطه عرفتي كيف بكذا شيء ما بتقدري تطلعي افكارك وعرفتي كيف زي ما بدك، زي ما بدك تحس حالك مش حالك معك يعني كل الوقت صح. فاذا بعطونا ثقتهم بقولوا لك انه احنا مسلمينك هذا وبدنا مثلا بهذا المبلغ تعملي لنا هذا الشيء، وين بتنصحينا مثلا هاي القاعه ولا هاي القاعه ولا هاي القاعه، فعرفتي كيف نعطيهم يعني النصائح اللي لازم. ست سوزان هيك نصيحه منك؟ نفس الشيء، الثقة أهم شيء تكون متبادلة بيننا وبينهم ومن هنيك نحن مننطلق كمان بهالأفكار الحلوة اللي نقدر نتبادلها معهم كمان. حلو نشكركم أكيد على هالأفكار واللمسة اللي بتعطوها للعرسان بفرحة عمرهم. شكرا لك عالية مانجو وسوزان مانجو، شكرا لحضوركم.